استغفر لوالديك كثيرا، ها؟ والداك وما أدراك ما والداك. اليوم فريضة تسجد لله كم ركعة؟ 17 ركعة، كل ركعة فيها سدتان، يعني كم سدة؟ يعني 34 سدة. تسجد لله 34 سدة باليوم، هذه فريضة فقط. ما تقول رب اغفر لي ولي والدي يا بخيل. الاستغفار الوالدين بعد مماتهما، أما إذا كانوا حياء نشيطين ما تستغفر لهما، ولا حتى لو كان في حياتهما، حتى في حياتهما أقدم ما أعظم ما يقدم الولد من البر لوالديه الدعاء والاستغفار له. واضح؟ استغفر لنفسك ولوالديك، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.